الماضي انتهى لما خنقتها وعرفت ان انا قتلتها اكيد حسيت وقتها اني ريحتها وابتدى حبها جوايا يزيد. صوت معفن وجميل والنبي عم علي بعد اذنك بس ممكن تلاقيه في ضهري من فوق. ما تخلص بقى يا جدع انت عمرك ما استحميت ولا ايه؟ اخر مره استحميت كان عشان انضف نفسي من دمها. مين دي؟ حماتي. كانت دايما تسخن مراتي عليا وتقول لها ان انا ما بحبهاش. وانا كنت بحبها وبفوت فيها كمان. بس فيها ايه يعني لما احب معاها تلات اربع حريم؟ ما انا قلبي كبير. معلش هما النسوان كده دماغهم فاضيه. علي علي ايه؟ ما احنا لازم نسيسه في الموقف الهباب اللي احنا فيه ده. يلا يا نجم علشان جمهورك مستنيك. ست انجي انت عارفه خطيبتي الاولانيه قتلتها ليه؟ لا الصراحه معرفش يا ماما. عشان كانت دايما بتستعجلني وانا ما بحبش حد يستعجلني. تستاهل خسوقك. مين ده يستاجر يستعجلك؟ ده انت تاخد راحتك خالص. انا ما ورانيش اي حاجه. وراك حاجه يا علي؟ انا ورايا منين؟ لا خالص. خد شاور جل كمان وخد راحتك وتليف براحتك خالص. ممكن بس طلب اخير عقبال ما اخلص الشاور جل ده ممكن استاذ علي يحضر لنا الغدا؟ انجي هما الطلاق الشفوي سامحوا بيه ولا لسه؟ الماضي ابتدى لما علقتها وابتدى دمها جوايا يشيد حسيت وقتها اني دفنتها. لا ايه يا عم انت عايز اقلع الشنطه؟ بالراحة عليه لحسن يقفش. ها فراخ فراخ حط متلاش معايا توضي. امسك امسك علي. اهدى بالله اهدى بالله. لا لا خد ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات تاتا جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك. يا انا يا ماما مفيش تصبيرة كده ولا حاجة؟ لا لا كل حاجة هتيجي في معادة حبيبي تلاقي. حبيبي في عندك دي دي امسح بيها زي ما انت عايز. معايا دي شكرا. ما تجيبها انا اقطع عنها. لا بلاش انت السكينه بلاش. انا ضميري ما سمحليش ان انا اسيب صاحبتي لوحدها مع السفاح. ايه الحاتين دول؟ خد يا شاطر شاطر. استنى بس يا سمير. بتعمل ايه؟ دي كمالي يا صاحبه انجي. انا كمالي. سوري يا حبيبتي اصل نظاره جديده فبلينها لسه. ايه بتعملي ايه هنا؟ انا بس اصلي كنت بفكر ادخل للسفاح جوه ولا ما ادخلهوش. ليه؟ ليه انتوا صحيح عندكم سفاح جوه؟ في هنا سفاح. سفاح جوه؟ ايوه بس ما تقلقيش انت فاكره من السفاح اللي هو ها وبيخوف ده. امال ايه؟ لا 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 ده سفاح طيب قوي. ده حكايته فظيعه تقطع القلب. ده حبيب قلبي مراته خانته في الاسانسير ودخل يستحمى. بيستحمى؟ ده سفاح كده. ما هو سفاح ستات لازم يسفح على نظافة. الله اكسلنت. ما تقلقوش انا هشوف واعرف حكايته بالظبط. فكره ممكن تخشوا معايا انا اشوف السفاح. رجاء خش يا رجاء. لا انا 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 انا, أنا, أنا, أنا بخاف قوي من السفاحين خالص يعني. ما تقلقوش انا يعني هعرف لكم اذا كان ده فعلا سفاح نساء ولا لا.
انا امراض نسا. بجد؟ ابص اقطعها، بص لسفاح النسا اعرف انه سفاح نسا ولا سفاح رجال ولا سفاح عيال. بيفرقوا بيفرقوا الشكل. اوه ماي جاد. بجد؟ طب ما تيجي نشوف. اتفضل. طب اقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اول ما اشوفه عايز اخذ معاه صوره سيلفي. سيلفي ايه؟ سيلفي يا رجال. وبعدين حاسس انك خايفه، انت معك سمير يا ماما. لا انا مش خايفه ابدا، انا مترعوبه بس اول مره اشوف سفاح، نفسي اتصور معاه بقى. والله حلو عليها في الصالون جوه. انت بتبقى حلوه قوي لما تعملي بوز بوز الهبله وانت واقفه جنبيه كده، صورتك تجنن. هي دي لافلي. يلا 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 نروح نشوف سفاح. لا ألف هلا وشفا. الله تسلم إيديكي. الله يخليك. آخر مرة الواحد أكل المحشي بالطعامة دي كان في بيت واحد صاحبي قبل ما أقتل مراته. الله يرحمك يا رجاء. أكيد أكيد المحشي ما عجبكش. وأنا مجنون عشان أقتل واحدة عشان ما بتعرفش تعمل محشي؟ انا مجنون؟ لا 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 لا، ده انت سيد العقلين طبعا. مجنون ازاي؟ وكل ما هنالك اتعاملنا صفر زي الفل، بس نسيت تعمل السلطه. ما درتش بنفسي غير وانا ماسك الشوكه ودببها في رقبتها الدم غرق السفره. لا 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 بس احنا عاملين سلطه. هاتي سلطه سلطه. اهم حاجه السلطه. بص بقى حضرتك، لو جيت عندي البيت وشرفتني يعني هتتبسط قوي. بعمل جنب المحشي اربع خمس انواع سلطات. يا سلام، ما عشان كده عايشه معانا بقالك كتير. هو انت اسمك ايه؟ اسمي رباب. رباب؟ اه رباب. ما قتلتش رباب قبل كده، بس مش مهم، الدفعه الجايه بس اسمها رباب. هو مين اللي عمل السلطه دي؟ انا لكدابين. انا خلاص مش هقتل حد. انا يعجبني السفاح اللي عنده مبدا، سلطه مع الاكل. المحشي عاوز سلطه، مفيش سلطه مع المحشي في قتل على طول. بارك الله فيك يا سفاح. والله راجل محترم، عشان تعرف انا مستحملك ازاي. الراجل قتل مرات صاحبه عشان مش عامله سلطه. ماشي علي ماشي. بقول لك ايه يا لؤي، متهيألي خلاص كده يعني انت طلبت تستحمى، استحميت وطلبت احشي لك محشي وانا ايدي متنيله بستيني، لا عملت لك اللي انت عايزه كله. يلا بقى نطلع على المحطه علشان نعمل الحلقه. لا انا مش هتحرك ولا اصور ايات ولا حلقه غير لما اعمل دماغ. يا حرام. ايوه عايز يريح دماغه وعايز ينام. لا مش عايز انام. امال ايه؟ انا عايز حشيش. انت جننت؟ جننت ولا ايه؟ ده بيت محترم، عمر ما دخلت المخدرات بيتي ولا عمرها هتدخل. طب شحت محت خد فوق وتحت، اسمع لي رحت للا. بس انت شبح على وضعك، عرفت بقى توصل بسهولة؟ ده انا طلع عيني عبال ما اوصل، واخر ما زهقت بقى سألت فين المعلم بنجاري بتاع الحشيش، لقيت ولاد الحلال رايحين يشتروا منه خدوني معاهم. لا وانت ابن حلال على وضعك، يلا خد اشعل. لا لا انا ماليش في الحاجات دي خالص. ايه؟ طب والله العظيم ما انا مصور حاجه غير لما تشرب معايا، مش ممكن تكون حاطط لي فيها حاجه وحشه كده ولا كده؟ ما هو كله قرف قرف، يعني هيكون اوحش من كده. ايه؟ هموت واعمل بيبي؟ اتصرف لي بطريقه اقلع بيها البنطلون والراجل ده مش هنكل في ايدي كده. خلاصي خالص، والله والله اطلقك فيها يا انجي بقى كده يا علي. طب اشرب بقى يا علي اشرب، ولا مش خايف على مستقبلي؟ سموره حبيبي، انت ممكن تشرب مخدرات عشان خاطر مستقبلي؟ انا علشانك انت اشرب بنج واكل حشيش وانصيت القلب القلب. طب بقول لك يا لولو، بص انا هديك باكين كده في الاول كده عشان ايه يعني تبقى معايا على مستوى الدماغ. لا 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 اشرب ايه؟ مستحيل. بقول لك ايه، انت عارف مراتي التالتة انا قتلتها ليه؟ ليه؟ عشان ما كانتش ترضى تشرب معايا. لا ما دام فيها اكل بقى الكيف يحب المناوله، لو اني واحده عينيا.
يا لهوي بصي اشربي نفسنا تشعلبي هنا. احب الشقلابه. ده ايه 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 حكايه يعني القتل بالنسبه لك ده؟ ده كانك طالع رحله. ده ماله القتل بالنسبه لي متعه شخصيه. الله يا ريت بقى توفر الكلام الجميل ده بقى في البرنامج قدام الكاميرا. لا ما هو انا مش هقدر اصور. ليه بس؟ ده احنا اتفقنا على كل حاجه. ما هو بص يا مدام انجي يعني بصراحه كده يعني ما ممكن اكون اقوله حكايتي قدام الناس فالناس ما تصدقنيش. لازم يكون في ناس محل ثقه يعني تاكد على كلام شهود يعني. يعني عايزه نجيب لك مين يعني؟ روكي الكلب بتاعي. الله الكلب بتاعه. والكلب بتاعك كان بيتكلم ولا ايه؟ بيتكلم. اصل حضرتك يعني فايت عليك تفصيله صغيره كده ان الكلاب ما بتتكلمش. بجد؟ اه بجد. يا نهار اسود. بس انا يعني ما بثقش في حد غير الكلب بتاعي يعني. طب خلاص هاتوه بصوا قعدوه جنبي وانا هقول على كل حاجه. اه حاضر حاضر. انت ايه احساسك وانت قاعد في وسط عيله هامله زي دي؟ الصراحه بس انت عارف انت لو تشرب معانا كلنا هنبقى هبل هنا. الله القعده حلوه قوي 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 قوي.